إعجاز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمطار القاهرة الدولي بعد زيارته الرسمية لمصر التي استمرت يومين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارة الدولة التي أجراها لمصر، والتي بحث الزعيمان خلالها سبل الدفع قدما بالعلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى مستجدات أهم قضايا العمل العربي المشترك وتطورات إقليمية. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر بعيدهم، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل رمزا للتفاني والإخلاص في العمل. وقال الرئيس السيسي في تدوين على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل. كل عام ومصر بكم تزدهر، وأدام الله عليكم الصحة والعافية. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر بعيدهم من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قرينة الرئيس: في عيد العمال أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. وهنأ الدكتور مدبولي جموع عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدا أن الجميع يقدر دورهم المحوري في تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية ورفعة في مختلف ميادين العمل. كما هنأ رئيس الوزراء أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يديم علينا هذه المناسبات السعيدة وأن يحفظ مصر وأهلها. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج باستثمارات تقدر بحوالي 9 مليارات دولار. وعقب التوقيع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي منافسه الإسماعيلي في 7 مساء اليوم بملعب برج العرب، فيما يواجه إنبي نظيره بيراميدز في الوقت ذاته في إطار مواجهات الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.